الثامنة في عمان، وهذه نشرة الأخبار الرئيسة من التلفزيون الأردني. نبدأها بالعناوين. وزارة الخارجية تؤكد العثور على 84 حاجا أردنيا من بين 106 مسجلين على قوائم المفقودين. الخارجية تصدر 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر راح ضحيتها 25 شهيدا، والاحتلال يعلن اقترابه من لحظة الحسم في رفح. حياكم الله. أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية العثور على 84 حاجا أردنيا من بين 106 مسجلين على قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين بحسب قاعدة البيانات التي أعدتها مديرية العمليات منذ بداية التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين. وللتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاء. مساء الخير سعادة السفير، ضعنا في تطورات الأوضاع الصحية للحجاج 84 الذين تم العثور عليهم. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. نعم سيدي، في سياق متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين ولإجراءات دفن الحجاج الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج وهم جميعا من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية ومسارات الحج النظامية الأخرى المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية. أعلننا اليوم عن العثور على 84 حاجا أردنيا من بين 106 كانوا مسجلين على قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين. طبعا هذا بالإضافة إلى 41 تصريح دفن كانت الفريق القنصلية المتواجد في مكة المكرمة قد أصدره لدفن الأردنيين في من الحجاج في مكة المكرمة، وذلك بناء على رغبة ذويهم. طبعا الحجاج 84 الذين تم العثور عليهم على مدار اليومين الماضيين يحظون برعاية صحية من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مشكورة، ويتم الاطمئنان عن حالتهم باستمرار من قبل فريق العمل الموجود ضمن خلية الأزمة في مكة المكرمة، حيث قام القنصل العام في جدة والسفير الأردني في الرياض بزيارتهم في المستشفيات وأماكن اللي هم متواجدين فيها أماكن الرعاية الصحية. نعم. بخصوص حالتهم كما أسلفت سيدي، حالتهم الصحية متفاوتة بين الجيدة والمتوسطة والحرجة، ولكنهم بحمد الله يحظون برعاية صحية مناسبة. سعادة السفير، بالنسبة للمفقودين الآن ما هي إجراءات السفارة؟ أقصد المفقودين المتبقين الآن. نعم، يوجد لدينا 22 حاجا أردنيا مفقودا، لا تزال عملية البحث جارية بجهود مشتركة من الخلية المشتركة التي شكلتها وزارة الخارجية وتضم القنصلية العامة في جدة والسفارة في الرياض وكذلك بعثة وزارة الأوقاف الأردنية بعثة الحج الرسمية، وأيضا بمساعدة السلطات السعودية المختصة. هناك جهود مستمرة لمحاولة تحديد أماكن هؤلاء المفقودين، وإن شاء الله سنعلن عن ذلك تباعا كما أصدرنا عديد من البيانات السابقة بهذا الخصوص. لكن أود أن أنوه هنا بأننا كوزارة خارجية مستمرين بالتواصل مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله والمفقودين، وأيضا فريق القنصلية المتواجد في مكة
كما أسلفت يقوم بزيارات تفقدية لجميع الحجاج الذين موجودين حاليا في المستشفيات المملكة العربية السعودية. نعم، بخصوص هؤلاء الحجاج الذين توفاهم الله، حدثنا أكثر عن إجراءات التنسيق مع الحكومة السعودية. طبعا سيدي، نحن قمنا بإصدار تصاريح الدفن، وهناك إجراءات سعودية سيتم الانتهاء منها مساء اليوم. مساء اليوم سيكون هناك مراسم الدفن، وسيتم الصلاة عليهم جماعة في مكة المكرمة، ويتم دفنهم حسب ما أكد لي قنصلنا العام في جدة. بخصوص الحالات الحرجة الموجودة في المستشفيات السعودية، كنا خاطبنا المستشفيات في المملكة العربية السعودية طالبين إن بحث إمكانية إخلاءهم جوا إلى المملكة إلى الأردن لتلقي العلاج، ولا زلنا طبعا تعلم هذا قرار طبي بحت، ولا زلنا ننتظر من المستشفيات من هي الحالات التي يسمح بإخلائها جوا لإعادتها إلى المملكة في أقرب وقت ممكن. دكتور، متى من المتوقع أن تنتهي الإجراءات بخصوص ملف المفقودين في الحج؟ يعني سيدي، البحث جاري، جهود كبيرة تتم الآن، هناك أعداد كبيرة، أنت عارف هناك كان حوالي 2 مليون حاج، الأوضاع صعبة، حالة الطقس أيضا يعني كانت السبب الرئيسي في وفاة هؤلاء الحجاج الأردنيين، لكن الجهود مستمرة. أعتقد يعني خلال اليومين القادمين ستتضح الصورة نهائيا بخصوص الحجاج المفقودين. مدير العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاء، شكرا جزيلا لك. بدوره أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلائلة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج في البعثة الرسمية الأردنية بخير. وقال الخلائلة للتلفزيون الأردني أنه تم تشكيل فريق خاص لمتابعة إجراءات التعامل مع الوفيات والمفقودين بين الحجاج الأردنيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسلطات السعودية. وأضاف أن الوزارة تتابع وعلى مدار الساعة كل معلومة تردها عن الحجاج، سواء أكانوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية أم من خارجها. ربما تحدثنا في هذا الموضوع مرة سابقا، واستمعنا الآن إلى ما تحدث به مندوب وزارة الخارجية، ومندوب وزارة الخارجية والقنصلية تتابع الحجاج المفقودين والحجاج المتوفين ايضا بخليه ازمه بالتشارك مع وزاره الاوقاف والبعثه الاوقاف الاردنيه هنا في مكه المكرمه. الحجاج الحمد لله جميعهم بخير بفضل الله عز وجل. بدات اليوم بعد من ظهر هذا اليوم بدات طلائع الحجاج مغادره مكه المكرمه باتجاه العوده الى الديار الاردنيه. الان ايضا في هذه اللحظات ايضا كثير من الحجاج يتأهب بالصعود إلى الحافلات للعودة إلى الديار الأردنية، إلى المملكة الأردنية الهاشمية. حجاج الطيران ملتزمين بمواعيد الطيران اليوم مساء وغدا بإذن الله عز وجل، وبعد غد حسب مواعيد الطيران. ما سوى ذلك الحجاج بحمد الله عز وجل بخير بصحة بسلامة. تم أيضا تسهيل دخول الحافلات ومتابعتها إلى أماكن سكنهم هنا في مكة المكرمة لنقلهم باتجاه العودة إلى الأردن الحبيب. ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. ويتوجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، شريطة أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس. وفي اليوم الثالث من أيام التشريق يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى ونهاية أيام الحج. وبدأ حجاج بيت الله الحرام من الأردنيين والفلسطينيين بالوصول إلى أرض الوطن بعد تأدية مناسك الحج.
وأكد عدد من الحجاج أن الإجراءات في مطار الملكة علياء الدولي كانت سهلة وميسرة. كان وإحنا طالعين على الجسر ولا وإحنا راجعين كانت الأمور تمام 100%، يعني ما تأخرنا يومها، وهنا ما يعني مناش 5 دقائق وصلين المطار، عمالنا بدنا نطلع على التاكسي ان شاء الله ننزل على بلادنا. والله الاجراءات بتجنن وحلوه، هاي الاردن بلدنا الثاني، طبعا بلدنا الثاني يعني ما شاء الله عنهم، ما شاء الله الشباب ما قصروا معنا، استقبلونا استقبال حلو ومرتب والله يعطيكم العافيه. يعني اولا ما اخذتش معنا دقيقه واحدة الجوازات، وزي ما انت شايف حتى يعني اجراءات الشنط على السريع، والله ما شاء الله يعني ما شاء الله اجراءات سلسه ومرينه جدا، وارتحنا جدا بوصولنا لمطار الملك علياء الدولي، والشباب ما شاء الله في بشاشة، في ارتياح، في يعني خلينا نقول استقبال حسن، وفي شيء سريع جدا بالإجراء، يعني في تطورات مختلفة. أنا سافرت قبل 2 سنين وما شاء الله كان الإجراء كويس، بس ما شاء الله هسه على أسرع. ويشهد مطار الملكة علياء الدولي حركة نشطة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من زوار الأردن والمغتربين لقضاء إجازة الصيف وعيد الأضحى المبارك. وأكد مدير جمرك المطار العميد مؤنس خليفات للتلفزيون الأردني أنه بالرغم من ارتفاع أعداد المسافرين فإن الحركة طبيعية ولا توجد أي ازدحامات. تعمل جميع الأجهزة الأمنية العاملة في مطار الملكة علياء الدولي على تسهيل حركة انسياب المسافرين بروح الفريق الواحد، حيث اتخذت الجمارك الأردنية جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لتسهيل حركة انسياب المسافرين والمغتربين والأشقاء العرب القادمين إلى المملكة خلال فترة الاصطياف وعيد الأضحى المبارك لهذا العام. وبتوجيهات من عطوفة المدير العام فقد تم تعزيز مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي الركاب بموظفين جمركيين مؤهلين ومدربين على فن التعامل مع المسافرين كما هو موظفين المركز. وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين من بداية هذا العام ولغاية تاريخه ما يزيد عن 3,100,000 مسافر، منهم 413,000 مسافر قادم من بداية هذا الشهر ولغاية تاريخه. بدورهم أكد عدد من المسافرين أن الإجراءات في مطار الملكة علياء الدولي كانت ميسرة وسهلة. والله كانت سهلة ميسرة صراحة، يعني ما توقعنا صراحة تكون، يعني توقعنا يكون في زحمة، الطيارة كانت صراحة احنا جايين من أبو ظبي وكان في ناس كثير، بس ما توقعنا تكون سهولة يعني الحمد لله. يعني أخذت معنا العملية من المطار لهون من الطيارة لهون تقريبا 5 دقائق. والله ما شاء الله كل شيء ميسر، كل شيء جميل، كل شيء إجراءات سريعة ما شاء الله، ترتيب شباب الأمن كمان ما شاء الله سريعين، وما شاء الله كل شيء تمام التمام. احنا جايين عيد عند الأهل والحمد لله إجراءات مطار الملكة علياء كتير كتير سهلة وكتير مريحة، وما في انتظار أبدا أكثر من 5 دقائق. الله ما شاء الله إجراءات سريعة والمطار كتير رحبين فينا، والحمد لله ما أخذنا وقت بالمرة، والحمد لله يعني الأمور كانت كلها طيبة وسلسة. والله ما شاء الله عليهم، يعني كل شيء سهل، أسهل من هيك ما في، والله ما شاء الله عليهم. يعني كنا خايفين إنه يكون في تأخير لأنه فترة عيد، بس ما شاء الله يعني بسرعة الشنطات طلعوا، حتى في عربية البيبي كمان بسرعة طلعت، والحمد لله رب العالمين. يعطيكم ألف عافية، الإجراءات ما شاء الله عليها ممتازة والشباب ما قصروا، احنا جايين عيد هون عند الأهل إن شاء الله. إجراءات المطار يعني رائعة جدا، تسهيلات كبيرة جدا، ما في أي مشكلة ولا في أي عائق، أوراقك بتقدمها، بتختموا الجواز، بتناول الشنط، بتقدمها على التفتيش، تأخذهن تصحح حالك وتروح. ما شاء الله إجراءات كثير سهلة وبسيطة، يعني ما شاء الله عنهم الكادر بجنن، يعني الأمور وترتيب وما في أي غلبة للأمانة، ما تغلبناش أبدا وإحنا جايين من إسطنبول، وعن جد ما شاء الله عنهم. الأردن دائما أصلا بكل مطارات أسرع ناس وبسرعة بتتم الإجراءات، سواء جوازات سواء تفتيش استلام أمتعة حفاظ على الشنط، ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم ألف عافية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و80 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37,372 شهيدا و85,452 مصابا منذ 7 من تشرين أول أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 بالقرب من دوار الجوازات شرق مدينة رفح. من جانب آخر قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن المسؤولين أبلغوا المبعوث الأمريكي عاموس هوكستن بأن العمليات العسكرية في رفح شرفت على الانتهاء وأن إسرائيل تقترب من لحظة الحسم على حد قولها. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إدخال 2,400,000 فلسطيني إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى ومنع إدخال الغذاء والدواء في أسلوب خطير وغير إنساني. وأضاف أن شبح المجاعة بات يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر مما ينذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم وضرورة اتخاذ موقف شجاع بفرض تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة، كما طالب بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي. أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة إسرائيلية بهجوم جوي على موقع عسكري وتحقيق إصابة مباشرة. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين بمسيرة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة. يأتي ذلك في وقت قالت فيه هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخا سقط في منطقة زراعية جنوب مستوطنة المطلة مما أدى إلى اندلاع حريق هناك. وقالت الهيئة إنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من لبنان بعد 48 ساعة من الهدوء. في غضون ذلك نشر حزب الله اللبناني مقطعا مصورا لما قال إنها لقطات صورتها طائرة مراقبة تابعة له لمواقع في إسرائيل منها موانئ بحرية ومطارات في مدينة حيفا. وقال الحزب إن مقطع الفيديو صورته مسيرات تابعة له تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي للعدو وعادت من دون أن تتمكن وسائله من كشفها. وتضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو مواقع إسرائيلية حساسة من بينها قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وموانئ بحرية ومطارات في مدينة حيفا الواقعة على بعد 27 كيلو مترا من الحدود اللبنانية. في غضون ذلك شدد المبعوث الأمريكي أموس هوكستن من بيروت على أن إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبسرعة. وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أن النزاع على طول الخط الأزرق قد استمر طويلا وبما فيه الكفاية، معتبرا أن البلاد تعاني من دون سبب وجيه. وأكد هوكستن من شأن وقف إطلاق النار في غزة أو التوصل إلى حل دبلوماسي بديل أن يؤدي أيضا إلى إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل وأن يوفر الظروف الملائمة لعودة النازحين من جنوب لبنان وشمال إسرائيل إلى منازلهم. في الضفة الغربية المحتلة نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية رافقتها اعتقالات طالت فلسطينيين، كما اندلعت مواجهات مع فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال قرية في مدينة نابلس واحتجاز عشرات الفلسطينيين داخل مدرسة في القرية وإخضاعهم لتحقيق ميداني والاعتداء عليهم بالضرب، واعتقلت اثنين منهم قبل انسحابها من القرية. كما دهم الاحتلال بلدات عدة في قلقيلية والبيرة ورام الله والخليل وطول كرم واعتقل 21 فلسطينيا على الأقل. حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يتدهور
بشكل كبير، في حين أن هناك موتا ومعاناة في غزة لا يمكن أن يقبل بهما. وقال تورك إن الضربات الإسرائيلية المستمرة في غزة تسببت في معاناة هائلة ودمار واسع، فيما يستمر تعسفيا منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية. إن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير. حتى 15 من حزيران قتل 528 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين منذ أكتوبر الماضي، ما يثير في كثير من الحالات مخاوف جدية بشأن عمليات القتل غير القانونية. وفي الفترة نفسها إن الضربات الإسرائيلية المتواصلة على غزة تتسبب في معاناة هائلة ودمارا واسع النطاق، فيما يستمر تعسفيا منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية. وتواصل إسرائيل احتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفا، هذا يجب أن ينتهي. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 4 أجهزة رادار تابعة للحوثيين وقاربا وطائرة مسيرين خلال آخر 24 ساعة. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية والسفن الأمريكية أكثر أمانا. وشنت قوات أمريكية وبريطانية ضربات على جماعة الحوثي في الحديدة الساحلية وجزيرة كمران في اليمن. تتجلى الصورة الحقيقية لعيد الأضحى في مدينة السلط بالفرح والبهجة والسرور، حيث يملأ التسامح والسعادة قلوب الناس وهم يتبادلون التهاني والتزاور ويظهرون الألفة والمحبة والتكافل الاجتماعي. أنا بدي أستغل هالمناسبة والجمعة الطيبة إنه نهني جلال سيدنا باليوبيل الفضي. اليوم من فضل الله كل شيء موجود، الإعلام موجود، التوعية موجودة، كل شيء اليوم موجود. يعد تبادل التهاني والزيارات من طقوس عيد الأضحى المبارك، حيث تفتح الدواوين والمظافات لتبادل المعايدات خلال أيام العيد، وتتكون الجلسات في بيوت الشيوخ وكبار السن وكبار العائلات احتراما لهم. وهنا الحديث عن العادات والتقاليد الحميدة وعن الأيام الماضية في مجتمعاتنا. وشرفتونا بهاي المناسبة الطيبة اللي منحتفل بيها بكل المدن الأردنية، وإحنا منخاطب سيدنا بهذه المناسبة، منقول له يا سيدنا أنت بتخاطبنا بقلب الأب ونحن نستمع إليك بطاعة الأبناء. العادات والتقاليد عندنا بالأعياد الدينية إن الناس بتتزاور وبتهني جيرانهم بالعيد السعيد، عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك اللي بمر علينا، والناس دائما متواصلة عندنا في مدينة السلط حسب العادات والتقاليد. العيد الأضحى كل واحد يضحي يذبح، وبي كان بيت شق كبير للضيوف ونقعد بيه ونود بعضنا، وإن شاء الله أنه ربنا بيعطينا الخير والله يطول عمر جلالة الملك. ومنستغل جميع الأعياد سواء دينية أو وطنية اللي نلتقي بيها، نخصص أول يوم للمعايدات الضيقة واليوم الثاني للأصدقاء وللمعارف. المعارف أنت بخير والوطن بخير والملك بخير. ومن مظاهر العيد ذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، حيث يتم توزيعها على الأقارب والأصدقاء والجيران والمحتاجين ليلتئم الجميع على العطاء والمحبة فيما بينهم. تتقدم جمعية جبهة ثابت خيرية بأسميات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، كما نقوم على ذبح الأضاحي بعيد الأضحى المبارك وتوزيعها على الأسر العفيفة. لتقديم الأضاحي للأسر العفيفة بالصلاة. ونشكر كل من ساهم بهذا العمل التطوعي. هذا العيد بتحس الناس ببعضها، تشعر الناس ببعضها، تتآلف، تعيد بعضها، بتشعر كيف حيوية مبسوطة لما واحد يجيب له من الأضحية. والاجتماعات في هذا الديوان من أجل التعارف والمودة والتآلف إن شاء الله دائما وأبدا تكون موجودة. يبقى للعيد بهجة لا تضاهيها بهجة، حيث التسامح والتصافح والتزاور بين جميع فئات المجتمع السلطي ليسود الود والمحبة والتسامح
وكل عام وأنتم بخير، والوطن وقائد الوطن بألف خير. عاهد الدبعي، التلفزيون الأردني. قبل الختام أذكر بالعناوين. وزارة الخارجية تؤكد العثور على 84 حاجا أردنيا من بين 106 مسجلين على قوائم المفقودين. الخارجية تصدر 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر راح ضحيتها 25 شهيدا، والاحتلال يدعي اقترابه من لحظة الحسم في رفح. نهاية النشرة، إلى اللقاء.